في الفيديو ده هنكون الشبكة اللي احنا شايفينها قدامنا دي، وهنعرف أهمية كل جهاز فيها. الشبكة دي اللي هي بتتكون من راوتر، كور، سويتشز، كمبيوترز، سيرفرز، برينترز. تعال نشوف. ده شكل الكونكشن في الواقع. أول حاجة هنحط الراوتر، وبعدين الكور، والاتنين سويتش، والأربعة كمبيوتر، والاتنين سيرفر، والاتنين برينتر. هنوصل الاتنين كمبيوتر بالسويتش على البورتين 1 و2 مثلا يعني. هنيجي لتوصيلة السويتش مع الكور، ممكن نختار اي بورتين من السويتش نوصلهم باي بورتين من الكور، ولكن يفضل اننا نختار البورتين دول. هوصل البورتين دول ببورت 1 و2 من الكور. ادي هنوصل البورت الاولاني، ودلوقتي البورت التاني، والسويتش التاني بنفس الطريقة هنوصله ببورت 3 و4 من الكور. احنا ممكن نوصل السويتش بالكور بكابل واحد، ولكن بنستخدم كابلين. ايه السبب بقى؟ اما يبقى كابل واحد شغال والتاني بيبقى ستاند باي، يعني لو في كابل فيهم فصل الكابل التاني بلاقيه اشتغل اوتوماتيك. او الحالة التانية ان انا بفعل البورت تشانل، يعني بستخدم الكابلين مع بعض، يعني السرعة بتاعت الكابل الواحد مثلا 1 جيجا، يبقى انا كده بستخدم 2 جيجا في الكونكشن ما بين السويتش والكور. هنوصل السيرفرين على بورت 5 و6 من الكور. هنوصل البورت 00 من الراوتر على اي بورت من السويتش برضو، فانا هختار بورت 24، وبكده نكون خلصنا الكونكشن كلها. دلوقتي تعالوا نعرف اهمية كل جهاز في النتورك. الجهاز الاولاني اللي هو الراوتر. الراوتر ده هو الموجه، ده عشان لو الشبكة الداخلية بتاعتي دي كانت عايزة تكلم شبكة خارجية او شبكة اخرى. الشبكة الداخلية دي بتاعتي بنسميها لان، اللي هي الشبكة الداخلية. فاحنا بنستخدم الراوتر في حالة واحدة بس، لو في جهاز عندي في الشبكة كان عايز يكلم جهاز بره الشبكة، او كان عايز مثلا يدخل على الانترنت، فاللي بيساعده في الحالة دي هو الراوتر. ولكن لو الجهاز بتاعي ده بيكلم جهاز تاني جوه الشبكة، فاحنا مش محتاجين للراوتر. او لو الجهاز بتاعي عايز يكونكت بالسيرفر، عايز يكونكت بالبرينتر، فاحنا مش هنستخدم الراوتر في الحالة دي. فاهمية الراوتر هو لو في جهاز جوه الشبكة عايز يكلم جهاز بره الشبكة. تاني جهاز عندي وهو الكور. الكور ده هو سويتش برضو. لو احنا عندنا عدد سويتشات قليل، فاحنا بنوصلهم ببعض زي ما شايفين قدامنا كده. ولكن لو عدد السويتشات بقي اكتر، فبنضطر نستخدم كور، والكور ده بيوصل عليه كل السويتشات زي ما شايفين قدامنا كده. الكور ده كمان بنفعل عليه الدي اتش سي بي عشان يوزع اي بيهات على اجهزة الشبكة. بعد كده السيرفرز، ده الخادم. ده بيبقى جهاز كمبيوتر ولكن بامكانيات خاصة، بيبقى امكانياته عالية جدا عشان يخدم كل اجهزة الشركة. يعني مثلا ممكن انزل عليه الدي اتش سي بي بحيث ان هو يوزع اي بيهات على كل اجهزة الشركة. ممكن انزل عليه الفايل سيرفر بحيث اننا نحط عليه ملف ونشيره على كل اجهزة الشركة. يبقى كل اجهزة الشركة هتقدر تشوف الملف اللي احنا مشيرينه من على السيرفر. ممكن احط عليه الكازبر عشان يعمل سكان لكل اجهزة الشركة وحاجة تانية. بس كده.